هل عندكم تقدير كم طن من هذه المجزئات دخل البلد؟ حاولنا يا فندم نعرف، محدش ادانا يعني اي رد. احنا عاوزين بنطالب ان احنا نعرف الكميه اللي جت. احنا عارفين في كميه الاول في 500 طن انباعوا ومخدتهم لشركات كبيره بتوع التصنيع، الشركات اللي هي بتعمل مصنعات الدواجن والكلام ده، وفي اجزاء منهم راحت الفنادق. فاللي اتعرض الفنادق، لان فنادق بطلت تشتري من المجازر المصريه لان عندها مجزئات مستورده الحاليه. مين مين اللي بيسمح؟ يعني انا كنت بتناقش مع الدكتور عشماوي فقال لي هذا ده قطاع خاص استورد، راح للبنك، البنك دبر له خلاص خلصنا. وكأن دي طبعا احنا فاهمين كويس ان البنوك بتدبر بأولوية السلع الأساسية، يعني الأدوية، القمح، الحاجات اللي وكمات الأعلاف وليس الدواء بالظبط. فهنا بقى مين اللي استورد؟ هنا بتتكلم على قطاع خاص. هو طبعا لازم ياخدوا موافقة. هو اي الدواجن كلها فندم عليها جمارك 30%، ده القانون، وده مش يعني العالم كله، اوروبا نفسها. ممكن انا حكيت لسيادتك مره ان الاتحاد الاوروبي ما بيحطش اي حاجه عليها جمارك الا الدواجن والالبان في مصر فاحنا في 30% اللي استوردوا دول ما دفعوش. ليه ما دفعوش جمارك؟ ليه؟ اللي استورد، الجهة اللي استوردت ما دفعتش جمارك، دي بضاعة داخلة بدون جمارك. فهو واخد موافقة الدولة عليها. احنا سألنا في جهات الدولة اللي بتدي الموافقات الصحية والكلام ده. يعني ما قدرناش نعرف الكميات، لان احنا من حقنا نعرف الكميات علشان ناخد اجراءات. يعني اذا كنا هنوقف مزارع هنشغلها، هو ده اللي احنا كنا عاوزين نعرفه. البيان او الشكوى اللي انتوا رفعتوها للسيد رئيس الوزراء اكيد فيها كل الكلام ده، بماذا تطالبون؟ احنا بنطالب اول حاجه، ما فيش حاجه اسمها اجزاء دواجن تدخل مصر، لان دي حاجه قاتله. الناس يا فندم، طيب هو طب ما هي خدت سكتها وراحت الفنادق وراحت يعني للشركات الكبيره اللي بتصنع اللي. طب احنا كنا جايبينها ليه؟ يعني في سؤالي، احنا كنا جايبينها ليه؟ لا، وعمله صعبه يعني، كمان وفي عمله صعبه في وقت ضغط طبعا يا فندم، دي عمله صعبه دولار. طب ما العمله الصعبه دي نجيب بها ذره ونجيب بها صويا. لما كميات ذره جت، الذره نزلت دلوقتي بتنباع يا فندم ب 10600 جنيه، اقل من التكلفه، تكلفتها 12000 جنيه. المستوردين بيخسروا، بيباعوا 10. ودي بدات الدنيا تستقر والصناعه تستقر. لكن خليني اقول لك راي المستوردين بقى. المستوردين بيقولوا انه والله منتجي الدواجن بيغالوا في الاسعار، وان هم بيستوردوا يعني انه بالتالي هو عايز يطرح. بعض المستوردين، احنا كلمنا بعض الناس، بعضهم بيقول لك والله انا عايز اطرح للناس حاجه بسعر ارخص. هو هذا الكلام يجب ان يعني ما نلومش صناعه الدواجن. الفترة اللي فاتت دي فاتك الحقيقة، سعر الدولار تضاعف ويوصل فاتك في البنك وفي السوق الموازية كام، وعدم توفره أدى إلى أن تكلفة المنتج هي اللي كانت عالية. وزي ما فاتك عارفة كل حاجة دلوقتي ارتفاعها سعرها تأثر بثمن الدولار وتوفر الدولار. احنا اللي الشيء اللي يعني خلي نوع من الحزن عندنا انه الدنيا بدات تتعدل، اسعار الخامات بدات تتجه مش للطبيعه، بدات تنزل واخده اتجاه الطبيعي الاسعار، والتكلفه بدات تتحسن. واحنا متوقعين ان المزارعين اللي خسرت الشهور اللي فاتت دي انهم يرجعوا في دوره الانتاج. احنا صناعه مؤكد 100% بتكفي مصر وبتفيض. احنا بنصدر وبنطالب نفتح بلاد جديدة نصدر بيها. فطبعا ايه بقى نروح نجيب مجزئات ليه؟ خدي بال حضرتك، في فراخ مجمدة، انا بتكلمش على الفراخ المجمدة اللي جابوه، انا بقول ليه جبنا مجزئات؟ مجزئات حتى بس يرد
محتاجين رد احنا من ليه جايبين الحكومة. طيب مجزئات؟ صحيح، شكرا مهندس محمود محمود شكرا سيد رئيس اتحاد المنتجي الدواجن مهندس محمود العناني.